مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. أوليست حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو إن قصرت؟ معي في الاستوديو المرنم الحبيب منير حبيب. دي قصة حياتي ضاع منها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضاع منها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت زي ما هو عنوانه موجود قدامك على الشاشة، أو عن طريق الخطابات أو بالاتصال التليفوني أو عن طريق السكايب أو الفيسبوك أو بأي طريقة. كل ما بنسمع منكم أحباء المشاهدين ده بيكون لينا سعادة بالغة، وبنحرص على أني بنرد على كل الرسائل اللي بتجينا وبنصلي لأجل الطلبات. أرجو ألا تتوانى من أنك تكتب لينا كمان اختباراتك وقصة حياتك علشان تكون واحدة من برامجنا. قصتنا النهاردة قصة رائعة معاصرة عن الأم تريزا، هذه القديسة اللي عاشت في القرن العشرين. الأم تريزا تحتاج إلى حلقات مش حلقة واحدة، لكن سنتحدث عنها في هذه الحلقة وربما في حلقات قادمة. ولدت الأم تريزا في يوم 27/8 سنة 1910، ورحلت من دنيانا إلى السماء في يوم 5 سبتمبر شهر 9 سنة 1997. خدمت الرب في كلكتة بالهند فترات طويلة، كانت تهتم بالناس الفقراء، الناس الغلابة. حصلت الأم تريزا على جائزة نوبل للسلام عام 1979، وحصلت من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان على ميدالية الحرية سنة 1985. اهتمت بالأطفال المهملين وبالناس الفقراء، وخدمت الرب بكل أمانة، وكان كل همها إظهار المحبة العملية اللي أظهرها لينا المسيح. يعني أنا بدعوك عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة أن تقرأ الكتب الكتيرة اللي اتكتبت عن الأم تريزا وعن الكلمات الرائعة اللي قالتها. اختار عبارة من الكلمات اللي قالتها الأم تريزا. قالت: يسوع أتى إلى العالم ليقول لنا إن الله يحبنا وإن الله محبة، وإن الله يحبك أنت ويحبني أنا. فكيف أحبنا يسوع أنت وأنا؟ أحبنا بموته من أجل خلاصنا، والإنجيل كله يختصر بهذه المحبة. لذلك علينا تجاوبا مع حب الله لنا أن نحبه بالتأمل وبروح الصلاة وإيه كمان؟ وبالتضحية وبحياة داخلية مليئة به. فلا نفكر بأنه يجب أن يكون حبنا لله بأعمال خارقة، بل إن كل عمل بسيط نعمله بمحبة لله يكون عظيما. من ضمن القصص الكتيرة اللي كانت على الأم تريزا أشاركك النهاردة بقصة أثرت فيا. في الهند بيربطوا بين المرض وما بين الأرواح الشريرة، ففي عائلة هندية كان فيها فتاة أصيبت بمرض البرص اللي هو الجذام، فاعتبروها أنها مسكونة، هذه الطفلة المسكينة، بالأرواح الشريرة. رموها برا البلد، وكان جنب المكان اللي رموها فيه قمام الزبالة، فكانت بتحاول تمص في أي حاجة في الزبالة وتقدر تاكل أي حاجة من القمامة، وعاشت كذا يوم. سمعت الأم تريزا بهذه الطفلة، راحت بنفسها وشالتها وأخدتها ملجأ من الملاجئ اللي الرب استخدمها علشان تبنيها في الهند. البنت استغربت جدا وقالت للقديسة الأم تريزا: أنت بتعملي معايا كده ليه؟ إذا كان أبويا وأمي رموني وباكل في الزبالة، بتعملي معايا كده ليه؟ كان في الملجأ صليب كبير. شاورت الأم تريزا للطفلة، قالت لها: هل تري هذا الصليب؟ قالت لها: نعم. قالت: على هذا الصليب أظهر يسوع المسيح حبه لينا بالرغم إن إحنا ما نستاهلش الحب. الطفلة في البداية ما فهمتش. يوم بعد يوم كانت الأم تريزا تقضي ساعات مع هذه الطفلة علشان تكلمها عن حياة المسيح.
عن محبة المسيح، عن تضحية المسيح. البنت قالت لها يا بختك يا بختك يا ماما تريزا، نفسي كان يسوع يحبني زي ما بيحبك. قالت لها بيحبك، وجابت لها الآيات إن الله بيحب العالم كله. فرحت جدا البنت وقالت لها أشكرك لأنك عرفتيني بالمصلوب. وما مرتش أيام قليلة إلا والبنت رغم العلاج المستمر ازداد مرضها، وقبل ما ترقد وتذهب إلى السماء قالت للأم تريزا أشكرك لأنك عرفتيني بالمصلوب الذي أحبني، وأشكرك لأني رأيت الحب الحقيقي فيك. عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، سأستكمل معك قصة الأم تريزا بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة المؤثرة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. أرجو أن تبقى معي إلى ما بعد الترنيمة. مش عايلي الهم وانا معاك، بحتمي في الدم وفي حماك. مش عايلي الهم وانا معاك، بحتمي في الدم وفي حماك. وانا يوم ما احتاج خيره وامواج بيزيد ويفيد بشبع بغناك. وانا يوم ما احتاج خيره وامواج بيزيد ويفيد بشبع بغناك. ده إلهي في السما فوق عالي، وأنا ابنه وعلى قلبه غالي، والعشرة معاه بتحلالي. هالليلويا هالليلويا. ده إلهي في السما فوق عالي، وأنا ابنه وعلى قلبه غالي، والعشرة معاه بتحلالي. هالليلويا هالليلويا. أوقات بلقى خوفي ملاني وافتكر إنه إلهي نساني، لكن على طول أسمعه بيقول في وسط الضيق راح تلقاني. لكن على طول أسمعه بيقول في وسط الضيق راح تلقاني. ده إلهي في السما فوق عالي، وأنا ابنه وعلى قلبه غالي، والعشرة معاه بتحلالي. هالليلويا هالليلويا. فرحان من قلبي وبرني وتعلمت الشخص أسلم. فرحان من قلبي وبرني وتعلمت الشخص أسلم. هو بيعول والهم يزول، أنا بعرف منه بتعلم. هو بيعول والهم يزول، أنا بعرف منه بتعلم. ده إلهي في السما فوق عالي، وأنا ابنه وعلى قلبه غالي، والعشرة معاه بتحلالي. هالليلويا 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 هالليلويا. اسمع العدد الأخير اللي سمعناه من مرنمنا الحلو منير حبيب بيقول ايه. فرحان من قلبي وبرنم وتعلمت الشخص أسلم. شوف الحتة اللي جاية. هو بيعول والهم يزول، كلام روعة. بس أكتر كلمة لمستني بتقول ايه، أنا بعرف منه وبتعلم. أيوة حلوة، بتعلم منه. دي قصتنا النهاردة على الأم تريزا. من ضمن الأعمال العظيمة اللي عملتها لما لقيت بنت أهلها رميينها في صفيحة، يعني في قماء في أكوام الزبالة، اعتبر أنه علشان مريضة بالجزام فيها أرواح شريرة فرموها، وقعدت كذا يوم يا حرام مش لاقي أكل. كانت بتمص أي سوائل في صفيحة في القمامة وكانت بتاكل أي شيء. لما سمعت الأم تريزا راحت بنفسها وأخدتها للملاجئ ونظفتها وبدأت أكلها وتهتم بيها. سألت البنت ليه الحب ده، أنا مستغربة إن كان أبويا وأمي رموني، أنت بتعملي كده ليه؟ شاورت الأم تريزا على الصليب وقالت كما عمل يسوع. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، عايز أقول لك كلام. تعرف غرض ربنا، صدقني
قبل ما يخلقني ويخلق العالم، مش أنا اللي بقول ده، الكتاب بيقول غرض ربنا إن ناس من لحم ودم، ناس خطاة زيه كده، أنا نبقى شوية شوية مشابهين صورة ابنه، ليكن المسيح دائما متقدما. ربنا عايز موديلات من المسيح، عايز يكون فينا فكر المسيح كما كان في الأمة تريزا، عايز يكون فينا عطاء المسيح. أنا شخصيا بصلي أقول له يا رب خلينا أقرب من الصورة، مكتوب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، اسمع، نتغير إلى تلك الصورة عينها. إيه الصورة عينها؟ شخص المسيح. شخص المسيح إزاي كان بيفكر، له كل المجد، إزاي كان بيحب، إزاي كان بيتحنن. هتقول لي واعرف منين؟ اقرا في الأناجيل، اقرا في الأناجيل، شوف علشان تفهم الآيات اللي في الإنجيل. بص على المسيح، يعني لو آية ما فهمتهاش بص لحياة المسيح، زي ما عمل حاول تعمل، وبذاتك مش هتقدر، قول له يا رب غيرني علشان أبقى زي المسيح. المسيح هو الدرس، والمسيح هو وسيلة الإيضاح، والمسيح هو الهدف، والمسيح هو الغاية، والمسيح هو البداية وهو النهاية. ده الفكر الكتابي. الأم تريزا تمثلت بيه وقالت للبنت أنا حبيتك علشان اتعلمت الحب من المسيح. عايز أقرأ لك في عجالة عن واحد أبرز زي البنت دي، جه للمسيح برضو وقال له أنا محتاج شفاء. في إنجيل مرقس وأصح واحد يقول فأتى إليه أبرز، أبرز يعني عنده مرض الجذام، يطلب إليه جاثيا وقائلا له، قائلا للمسيح إن أردت تقدر أن تطهرني. اسمع، فتحنن يسوع ومد يده ولمسه. يعني الدارس حتى مش لازم يكون بعمق، الدارس في كلمة الله يعرف ان الأبرص مرض الجذام في سفر اللاويين صح 13 و14 ممنوع حد يلمسه، يعني كانوا يطلعوه بره البلد ويشقوا ثيابه ويغطي شنبه ويكشف راسه، حكاية كده يعني ما فيش وقت البرنامج اتكلم فيها بالتفصيل، لكن من ضمن الحاجات انه كان يقيم خارج المحلة ويبقى وحده ويقول لكل الناس انا نجس، اوعى حد يلمسني. علشان كده المسيح اصر يقول له انا بحبك وهلمسك، انت منبوذ انت مرفوض لكن انا بحبك وهلمسك. يا احبائي انا سمعت، معلش انا اكلمك بصراحة، سمعت وعظات كتيرة على كلمة ان يسوع تحنن، كلها وعظات حلوة، بس مش قادر اوصل يعني ايه تحنن، يعني ايه كان بيحس بالمريض، بيشعر بشعور مريض البرص، بيتفاعل معاه. ما احلى يا احبائي. علشان كده عايز اقول لك طوباك ان جيت للمسيح دلوقتي وانت بتشاهدني. يمكن انت شاعر انك منبوذ من الاخرين، يمكن تعبت من مرضك الجسدي، يمكن عندك مشاكل رهيبه زي مرض الجذام، يمكن ناس رفضتك، انا ما اعرفش، يمكن بتبتسمي لكنك حزينه ومنبوذه. تعالي الان للمسيح، قول له يا رب ياللي علمت الأم تريزا الحب والعطاء، يا رب ياللي تحننت على الأبرص تحنن علي، أنا بسلمك حياتي غيرني. إذا كنت صليت معايا الصلاة دي أرجوك تواصل معايا وابعتلي، وفرحني إن الرب اتعامل معاك زي ما بتوصلنا خطابات كتير عن ناس اتغيرت من خلال البرنامج. فرحني وقولي أسئلتك، وبنعمة الرب أوعدك إني أرد عليك بنفسي على هذه الأسئلة إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج. مش عايلي الهم وأنا معاك، بحتمي في الدم وفي حماك. مش عايلي الهم وأنا معاك، بحتمي في الدم وفي حماك. وأنا يوم ما احتاج خير وأمواج بيزيدوا ويفيد بشبع بغناك. وانا يوم ما احتاج خير وأمواج. ربنا عايز موديلات من المسيح، عايز يكون فينا فكر المسيح كما كان في الأمة، عايز يكون فينا عطاء المسيح. علشان تفهم الآيات اللي في الإنجيل بص على المسيح، زي ما عمل حاول تعمل، وبذاتك مش هتقدر، قول له يا رب غيرني علشان أبقى
زي المسيح. فوق عالي وانا ابنه وعلى قلبه غالي، والعشرة معاه بتحلالي. هالليلويا هالليلويا.